أحسن الله إليكم. هذه رسالة سائل فاء دال ميم المملكة العربية السعودية، يقول في هذا السؤال: إمام مسجد وفقه الله دائما يجعل المصلين الذين خلفه من أصدقائه، وإذا صلى خلفه أحد الشباب يضيق صدره ويقول له غير مكانك، يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ إذا كان هذا بحسب الهوى وتقديم من يحبه ويعرفه ويؤخر من لا يعرفه ومن لا يحبه فهذا لا يجوز، من سبق إلى مكان فهو أحق به، الحق للسابق ولو كان لا يعرفه ولو كان لا يحبه أيضا، الدين ليس فيه محاماة. أما إذا كان من يقدمهم من أهل الفضل والعلم من أجل أن يعمل بالحديث ليس عن هوى ولا عن تغرب فلا بأس، لكن الأولى بهؤلاء أن يأتوا سابقين ومتقدمين. وعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا في حق من تقدم، أما من تأخر فلا حق له في المكان ولو كان من أهل الأحلام والنهى لأنه هو الذي قصر. نعم.